We'll be right back.
الراية مرفوعة يا ام الاكتم هلت بشايرنا يا ام الاكتم هلت بشايرنا هاي القدس يا يما بالروح مزروعة جيت السمرة وعبيها بجحل البارود اسرار البرغوث يكبر يا كوبر يا الخط الاحمر يا محل عرات الحريه يا فروق الكرامه معطر اسرار البرغوث يكبر يا كوبر يا الخط الاحمر يا محل عرات الحريه يا فروق الكرامه معطر محمد يا رايتنا يا كوبر نحمي قلعتنا هذا اصرار البرغوثي الله يديم تجاهز ودنا يا ابو محمد يا رايتنا يا كوبر نحمي قلعتنا هذا اصرار البرغوثي الله يديم تجاهز ودنا اصرار كلنا والراية عجبالك اصرار كلنا والراية عجبالك يا زمر بنشيل اعمالك احنا احنا للمنايا جنود جيب الثمرة وعطيها بجحن البارود يا اسرار عليها عارف يكون اسرار البرغوث يضل فجر بلاد بنور وهل اسرار البرغوث يضل فجر بلاد بنور وهل هاي كوبر ما بتندل هاي كوبر ما بتندل ورجاله بالراح تجود اسرار بصوتي يعلي اللي يا حري يهلي انا من كوبر انا من كوبر ومعسكر من فوق الدلي يا اسرار بصوتي يعلي اللي يا حري يهلي انا من كوبر انا من كوبر ومعسكر من فوق الدلي اسرار جايينا صوتو بنادينا اسرار جايينا جينا جينا جينا
تلفونك ال 12 هات سريعة. يا سرار المحفوظ يا شتى رسلنا، يا سرار المحفوظ
مروان المرغوثي اللي شعرت في صوته الصدق والاخلاص والحب لوطنه ولدينه. التقيت مع ابو النور اللي تحدثت معه وكانه 15 سنه مع الجرح وكانه لم يحصل شيء. التقيت مع الاسد عاصم حبيبي تاج راسي عاصم اللي يعجز الوصف عنه هذا الانسان الرائع. التقيت مع قسام ابن خالتي وكانه قدر الله ساك اني كنت اتمنى اني الاقي قسام والله شاء عز وجل انه كنت اتمنى اسلم على ابو القسام مروان البرغوثي هذا الانسان الاستاذ الرائع الصادق. انتقل شعرت بكرامه بكرامه الله عز وجل انه انتقل سجن هدارين من اجل هذا في ركعه في سجود اني التقي جميع السجن يجي وجميع ايش اللي يجي من ايش وكانه هذه لا اعلم. حدثت مع جميع الاحباب والاصدقاء بان ربيع كان ربيع ربيع اللي عشت معه حبيبي ربيع ابن عمي ابن عمتي والله كلهم في البال ان شاء الله. مراد تشرفت انه عشت وكان اميرنا وكان تاج راسنا مراد البرغوثي والاسماء كثيره جدا. التقيت مع الاخ محمد ابو صفحه تحدثت معه اليوم تحدثت مع معظم الاسرى مع باقي الحناوي تحدثت مع بلال البرغوثي وعمر العبد هذا الانسان اللي اصبح
سأصبح بمثابة رمز لهذه القرية الرائعة والجبارة قسام اللي تشرفت إني عشت معها 9 أيام، تعلمت رغم صغر سني تعلمت منه شغلات كثير. خدوم كرامة من الله عز وجل أبو عبيدة، أنا طلعت من السجن وهو دخل على السجن، التقيت قبلته وقبلني وقبل ايده وقبلت ايده وقبلت راسه، وكانه ابو النور بيقول لي راح اتاكي خلدون. وسبحان الله اقسم بالله، اقسم بالله العظيم انه يعني رغم انه سجن الا انه شعرت الصدق والاخلاص في ابو عبيده خلدون وابو قسام وفي ربيع حبيبي تاج راسي ابن عمتي وابن خالي. وربيع انسان رائع، انسان على قدر المسؤولية. عمر العبد عشت ست شهور انتقلت من ايش، اتكرمت وتشرفت اني اجتمعت فيهم، اتكلت مع ابو سائد الرماوي هذا الانسان الصادق الانسان، مع عبد الكريم الرماوي، كلهم من ابناء منطقتنا. ابو فيروز يعزمني امبارح، ابو فيروز انا يعني امام عبدك هؤلاء اتنسيت، شعرت بالقيمة الإنسانية الحقيقية والإخلاص والصدق. شفت الحلم لأمك بعد 5 سنين حبيبك بجاج راسك. أمه لا تنزعي فحافظ الله. خواتي أخاك أخاك من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. صراح الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وأنا متأسف إذا نسيت أي اسم. ربيع حرب تاج راسي. شادي بخلي وعم أبو شادي، أنا متأسف إذا نسيت بس تزعم الكلمات. إسماعيل وعلي ومقداد وخلدون وكل أبناء العائلة الكريمة. صدقا أنا بعتز، يعني إذا بتذكروني بالأسماء بكون شاكرتكم. إصرار، أنت كنت مصاب، احكي لنا كيف تم التعامل معك، يعني كحالة يمر بها كثير من الأسرى المصابين. الإصابة معظمها قضيتها في غيبوبة، بس شعرت بالمعاناة الحقيقة بعد مصير لو تخلي أكثر من 21 يوم، رغم إنه ادعاء إنه هداسة مستشفى متقدم، صحيح قدموا العلاج بس لمصلحة مشان يسوقوا لديمقراطية دولتهم. يلا أبو عمي. وشعرت فعلا بالألم لما صحيت ان الغيبوبة قديش كانوا قاسيين، ضرب في الليل على مناطق العنق والرقبة سجانين ورفعوا المسدس والسكاكين على رقبتي، بنساش هاي وإدارة المستشفى كانت شاهدة على ذلك، رغم انه بيدعوا الديمقراطية وبيدعوا كل هذه المسائل انا كنت حاضر كنت شاهد في اخر 21 يوم، شعرت فعلا وكأني مش في مستشفى هداسة. شفي أنا خالد إما الربيع وعمت انتصار إن الربيع، يعني شرفت إني تعرفت على شهيد تاج راسي، وأنا كنت لولا الحشد هذا كنت تشرفت إني أزور قرية السكان وقبل أبيها لي وعمتي المعاصرة اللي ما حرمناش من ضحكاته، حرمناش من علمه ومن أدبه، اليوم نفتقده. أسأل الله إنه يوفقني إذا إني أكون أجزلت ووصلت هذه الرسالة لحبايبي، لبلال برغوثي صديقي وأخي اللي بعتز بمعرفته، كل الشباب كل الشباب. أنا يعني عفوا إذا أطلت، لكن شاهد أختار إني أنتقل بعد 5 شهور من سجن إيش تركتكم خلفي أبو النور وعاصم ومراد ونصر الله، وانتقلت على سجن نفحة وكل الشباب أولاد محمد عطير وخلين على الله فتت الانتقال، فشرفت انتقلت على سجن نفحة قسم حماس، زرت قسم فتح وانتقلت مع شباب الجهاد الإسلامية شاهد الأقدار وعشت قرب جبل شاحين، بس أنا حمد الله أكبر ولله الحمد. يلا عشان الناس الله أكبر ولله الحمد.
لاستقبال أخونا وحبيبنا إصرار. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اسمحوا لي باسمي وباسمكم باسمي كوبا برجالها وشبابها ونسائها باسم كوبر بهوائها وحجارتها أن نرحب بأخونا بأخينا وحبيبنا وابن عمنا البطل إصرار البرغوثي بعد قضاء 15 عاما في سجون الاحتلال. ونتمنى لكافة أسرانا البواسل الحرية والفرج القريب بإذن الله. اغضب فإن الله لم يخلق شعوبا تستكين. اغضب فإن الأرض تحمي رأسها للغاضبين.
يا جماعة الخير الجميع راح يسلم عليه. إصرار بقدرش يظل واقف بحكم الإصابة اللي في رجليه. خليه يقدم هالكلمتين للناس، يرحب فيهم يشكرهم، وبعدها بتأخذ راحتكم. اسمع رد عليك ابو ادم، ابعد ابو ادم بس ما تصوير انا يلا روح. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا فضل الله العظيم فاض به عندما حباني برؤياكم، وهذه رحمته الواسعة عندما أرجعني إلى حماكم، فأنتم الأهل والأحبة والعشيرة وفد الدار الذي يشدني إلى الحياة. فأهلا وسهلا بكم جميعا، نزلتم أهلا ووطأتم سهلا. أهلا وسهلا بكم كل باسمه وصفته ومقامه، وجزاكم الله كل خير على قدومكم. وقد تحملتم صعوبات الانتظار في ظل هذه الأجواء الشتوية، فشكرا لكم جميعا وبارك الله فيكم. مذ غبت يا بلدي لم أنس ذكراك، لا تسألي فرحتي عن حضنها عن جفنها الباكي. طارت ولم تتسع دنياي أجنحتي، ناديت عاد مثل البرق لباكي. عاد وفي حلقه شوق وأغنية،
يشم مسك شهيد في الدم الزاكي، عدو في سمعه صوت يقول له سلم على قلعة الأبطال حياك. أمه قاسيت كل العمر ما تعبت، ظلت تلوح كالمصباح كفاك. أمه كوني بخير لم لمي شعثي، لا تحرمي رئتي أنفاس دعواك. فالحمد لله الذي أمد في عمري وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن، لتكتحل عيناي بهذا الجمع المبارك الذي ينسيني وحدة السجن وغربته، ومن علي إذا خرجني من السجن لتعبك روحي من شذا علي ركب الندي الذي يشفي غلة 15 سنة من الحرمان والاختناق عند جرف المتقصد، من الحرمان والاختناق عند جرف الموت المتقصد. تكت خلالها إلى حضن أمي وإلى خبزها وإلى قريتي وأهلها وإلى صحبتي وظلها. اشتكت إلى سواري المساجد وترانيم القرآن وصداح المآذن، وكان حدائي في حبسي إن غدا لناظره قريب، وكان زادي عزم الصابرين ودعاء الصالحين وضوء شمس تشرق كل يوم خلف أسفاري. تكرئني سلامكم الذي وفى من غير انقطاع، فكان بردا وسلاما يطفئ لظى السجن وجدوة القهر، وتنبئني بوصايا الشهداء الذين يمضون من غير تحويل ولا تبديل، وتسفر لي عن زغاريد أمهات الشهداء الماجدات الخالدات نقوشا ظاهرة في جبين الكون. كان عزائي وإخواني في السجن ضحكات صبية تعاهدوا على حراسة وطن انقلب له ظهر لجن في زمن عشي فيه الرجال، وفي زمن عشي فيه الرجال وترجلوا عن صهوات الصافنات الجياد. لقد كان هذا زادنا في حبس طال قياليه، ومرت أيامه حتى ظنناه لن ينصرم، حتى جاء أمر الله تعالى، فلله الحمد الذي أورثني بعد صبر جميل هذا اللقاء الحميم الذي أطفى جدوة القيد ولوعة الحرمان. وما أسعدني اليوم بين ظهرانيكم وأنتم على هذا الحال من الألفة والمحبة والوفاق، فهنيئا لهذا البلد بكم، فأنتم نبت مبارك في بلد مبارك، وأراكم قد أعددتم ليوم مبارك ستوفون فيه من غير نقوص ولا تقصير. فأجيالنا التي اتسعت فصول آلامها ومعاناتها مجازر وقيودا ودما ودموعا ورمادا، تولد ثم تقضي آجالها وهي لا تزال تعبر الملحمة، ليسقط الشهداء تلو الشهداء، ويدخل السجون حشود وراء حشود، حتى إذا ما لامس أحدنا فضاء الحرية بعد هذا الفاصل البرزخي، نحاول لملمة ما تبقى من عالمنا الذي تداعت أركان معالمه الأليفة السابقة. في السجن تكثر الأحلام، نحلم بكل ما نحن محرومون منه، يأتينا في أحلامنا هذه من نعرفهم من إخواننا وأعزائنا الشهداء، وهم من يمدوننا بالأنس ويطيئون لنا في وحشتنا وعزلتنا مشاعل الأمل والحرية والخلاص. في السجن فقدنا عمود قريتنا وعائلتنا الكريمة ومضخة معنوياتنا أحد جبال فلسطين الصلدة الراسخة. العم والأخ الكبير والشيخ الجليل الشهيد أبو عاصم، كما فقدنا ابنه الشهيد صالح، والشهيد محمد طارق يوسف،
ومن قبل فقدنا إمام صلاتنا وشيخ قبلتنا الشيخ مجد أبو القسام. في السجن فقدنا رواد الخير والصلاح الحاجين الفاضلين الحاج محمود والحاج عزيز عمري. فقدنا مهندس قريتنا أبو يحيى. في السجن فقدنا رفيق الدربي والأسر والمحنة الذي عاش ألم الفقد والحرمان وقسوة السجن والسجان والمرض المرحوم تحرير البرغوثي أبو خليل. سائلين الله في عليائه أن يتغمدهم بواسع رحمته مع الشهداء والصديقين مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أتقدم كما وأتقدم أيها الأحبة لكل من ودع عزيزا في هذه القرية من كل العائلات وفي كل القرى المجاورة، من يعرفني ولا أعرفه، من أعرفه ولا يعرفني، من أعرفه ولا يعرفني، من لا أعرفه ولا يعرفني. أتقدم بخالص عزائي ومواساتي له ولكل من عاش لحظة فرح وسعادة. أتقدم بأجمل آيات التهنئة والمباركة له، كما أتقدم لكل من عاش كما وأتقدم لكل من عاش لحظة ألم ومرض وحرمان وهم ألم به وضائقة وخلصه الله منه ولم أتمكن من مؤازرته ومواساته. وإذا كان لابد من رسالة فإن رسالة الأسرى جميعا ليست مجرد نصوص مقروءة أو كلمات إنشائية مكتوبة. رسالة الأسرى والتي أصبحت طقوسا وعادات اعتادها الناس وألفوها كلما تم الإفراج عن أسير أمضى مدة حكمه. رسالة الأسرى جميعا هي رسالة لكل المسؤولين وأصحاب القرار على اختلاف مواقعهم وانتماءاتهم التنظيمية. هي رسالة الثائر الحائر الصابر المقاتل المتسائل القائل: أي ثورة هذه التي تترك أبناءها مكبلين لأكثر من 40 عاما خلف السجون؟ وأي نياشين وأوسمة سيستحقونها لتعوضهم عن الحرمان؟ وهل سننتظر وهل سينتظرون حتى يأتي السجان ليفتح الباب عليهم ويخرجوا؟ رسالة الأسرى هي رسالة أبي النور الذي تحدثت اليوم معه ساعة كاملة من وراء جدار يفصل بين القسمين، وكذلك تحدثت مع ابن هذه القرية عاصم اليوم والأمس، وتحدثت مع أستاذنا أبو القسام مروان البرغوثي وهم في قسم واحد الذي شعرت بالأصالة في صوته وكأنه امتداد رغم طبيعة الجغرافية وبعد المسافات. لمست الصدق في صوته وكأنه امتداد لهذه العائلة الصادق، وأخص بالذكر دار عمي حسيب. تحدثت مع أخي أبو النور ورسالتهم رسالة أبي النور وأبي القسام. رسالة المحبة والسلام، رسالة الوحدة والتكاتف من أجل حرية الأسرى والوفاء لهم ولأسرهم وعائلاتهم، هي رسالة الأمانة والمسؤولية.
وتحملها وفق المبادئ والمواقف المشرفة هي رسالة التضحية والعطاء والالتفاف حول خيارات شعبنا وعدم التنازل عن الثوابت والاصطفاف جنبا إلى جنب، وأن فلسطين لكل الفلسطينيين هي رسالة مراد الوليد أبو عبادة أخي وحبيبي الذي يخصكم بدعائه وصلاته، هي رسالة ربيع البرغوثي أبو محمد الذي يجعلكم محور خطبه وشعره واهتمامه، هي رسالة شادي فخري وعاصم عمر وقسام عبد الكريم، رسالة العهد والوفاء والسير على خطى الآباء، رسالة عمر العبد أخي وصديقي الذي تشرفت بالعيش معه آخر 6 أشهر إلا 9 أيام أقضيتها مع قسام، رسالة عمر العبد ابن هذه القرية الذي يفتخر بكم ويعتز بكم، رسالة بلال البرغوثي من أرض بتريمة، رسالة أحمد سعدات وعبد الله البرغوثي ومحمد أبو سطحة، رسالة أبو فيروز، رسالة كل الأسرى، رسالة أبو سائد الرماوي، ورسالة كل واحد في هذه البلد وفي القرى المجاورة، وليسامحني الجميع إن لم أذكر الأسماء فالأسماء تتزاحم، هي رسالة الانتماء والوفاء والمفخرة بهذه القرية وبكل القرى التي أصبحت ثائرة وأصبحت نموذجا وقدوة لكل الأحرار، هي رسالة أسرى كوبر وجميع الأسرى الذين يخصونكم بالمحبة والتبجيل والذين حملوني أجمل الكلمات والسلامات رافعين شعارهم نحو الوحدة والحرية والأمل والعودة، وكأن لسان حالهم يصدح قائلا لتمت كل أحلامنا إن مات حلمنا بتحريرك يا فلسطين، لتمت كل أحلامنا إن مات حلمنا بتحريرك يا فلسطين. ولا يسعني في هذا المقام الطيب وعذرا على الإطالة، فالمشاعر جياشة ولن أوفي حقكم حتى الصباح، في هذا المقام الطيب نهاية كلمتي ليست إلا أن أشكركم جميعا وأخص بالشكر أم الحبيبة وعائلة الكريمة وخالتي أم الكرمل وعمي أبو الكرمل وعمتي أم ربيع على صبرهن الجميل، كما أتوجه بالشكر والتقدير لكل أمهات الشهداء والأسرى أم عاصف البرغوثي وأم محمد طارق وأهل ياسر عمر ياسين الفحل وأهل زياد محمود أسعد البرغوثي، ولن أنسى هؤلاء الأمهات اللواتي ضربن أروع الأمثلة في الصبر والتحمل والثبات، ولن أنسى زوجاتي وأمهات الأسرى كل من الفاضلات عمتي أم شادي وعمتي أم القسام وأم محمد أم عمر العبد وأم عبد الله زوجة أبو النور والعمة أم مواد والأخت أم عبيدة وأم محمد دخي وأم عماد وأم عماد وجميع الأسرى
وكل أمهات وعائلات الأسرى في هذه القرية، أم المكداد وغيرها في كل فلسطين، ونحن نرقب لحظة الخلاص والحرية، حرية أسرانا وأقصانا وشعبنا، وإغلاق باب النكبة إلى غير رجعة. ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعبي يعلمنا البطولة والنضال، ويصوغ من أحزاننا وطنا لنا، فنسير درب الانتفاضة كالرجال، نحمي الحمى ونذود عن أوطاننا. فإذا ظننتم أنكم بالاعتقال قد ترهبون أو تشلوا نضالنا، خسئت جحافل جند جيش الاحتلال، وعلت على الغيمات راية شعبنا. احنا مقدرين انه عدد كبير قاعد يستنى معانا من 3-4 ساعات وتعبانين، بس لابد نتكلم شكر لكل اللي حضروا وشاركونا في حفل استقبال حبيبنا واخونا اسرار. بدنا نسمع للعم ابو شادي فخر البرغوثي بدون ارقام ومسميات. في كلمة السيارة بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي ان ابعث احلى التهنئه لامه واهله واخواته على هذه الساعه الافراج عن اسرار البرغوثي. ثانيا اشكر كل ابناء البلد والذين جاءوا من خارج البلد لتهنئه بهينا وحبيبنا اسرار. أطلب من القوى السياسية من التنظيمات الخارجية أن تيجي وترى كوبر، كوبر بوحدتها بقوتها بعطائها. لا ننتظر أن يكون في مصالحة، نحن مصالحة أصلا، نحن أساس الأساس. صالح يا ابو نرجان حتشهد مش حدهم، صالح يا ابو نرجان.
ماتوا